وتبقى الأحلام هي ذلك الشعاع الذي ينير طريقنا المظلم، هي تلك الروح التي ترشدنا وتعطينا تصور إنه ما زال الأمل يرافقنا وإن غدا هو الأجمل. نتغاضى عن واقعنا المؤلم، نسير بدربنا أزمة تلو الأخرى تحاول النيل منا. أياد كثر هدفها الإيقاع بنا، وضعنا داخل إطار قالوا إنه الأفضل، بالطبع هو ليس كذلك. فواقعكم لكم وسلاسلكم سنكسرها يوما ما، بقوة أحلامنا سنهزمكم. أتينا للحياة مجبرين، لكن سنعيشها أحرار لا مضطرين أو خانعين. قوتنا هي من قوة إيماننا بأننا نستحق أن نحيا هذه الحياة بعز. حقا إنكم لن تستطيعوا أن تفهموا معنى الحياة، قوانينكم أفعالكم كانت للحد من أحلامنا، قوتكم بتفرقتنا، بقاؤكم بضعفنا، استمراريتكم بجهلنا. لكن أنا الأوان لقدراتنا أن ترى النور، سيحل النور بدل الظل. أمجادنا، آمالنا، أحلامنا سنجعلها نصب عيوننا لنستعيد مكانتنا. نعم أنا الأوان لذلك، فشعاع الحلم ما زال يقودنا، وقريبا ستثمر أحلامنا.